أكد عضوان في مؤسسة التفكير الأمريكية المختصة في المجال الاقتصادي The Heritage Foundation لدى لقائهما اليوم رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر أهمية إجراء الاستحقاقات الانتخابية المقبلة قبل نهاية العام الحالي. من جهته أكد بن جعفر أن المجلس يعمل حاليا على تسريع نسق العمل داخل لجنة التشريع العام لإنهاء النظر في مقترح القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات لعرضه على المصادقة في جلسة عامة مطلع الأسبوع القادم.